بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمام الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام. اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وأمنا، وزد من زاره ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما ومهابة وأمنا. أجمل أيام الدنيا هي العشر الأوائل من ذو الحجة، كتروا من الأعمال الصالحة، ربنا بيفرح جدا بالأعمال الصالحة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، العشر الأوائل. الصدقة، قراية القرآن، اختم القرآن في العشر أيام دول، الاستغفار، صلة الرحم، الصلاة على النبي، إعانة الملهوف، حد محتاج، إنك تصالح حد أنت مخصمه، إنك تسامح حد عن فلوس كان مفروض يديها لك تقول له خلاص اسقطت الدين عنك، انك تصلح بين اتنين زعلانين من بعض، انك ترضي ربنا بكل الاعمال، كل الاعمال تحاول على قد ما تقدر ترضي ربنا، تصوم، تستغفر، تقيم الليل، تدعي ربنا. ربنا كريم واكرم من انه يدينا فرصة ويخليك تعمل اعمال صالحة في الايام دي وهو مش عاوز يغفر لك. مدام ربنا وفقك للاعمال الصالحة وللخير في الايام دي يبقى ربنا عاوز يغفر لك وراضي عنك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، أتمنى تشيروا الفيديو ده، وأتمنى أن تحاولوا تصوموا الأيام دي، تختموا القرآن، تدعوا غيرك إلى الله، تستغفر كتير، تصلي على النبي كتير، تعمل ورد كل يوم، تحافظ على جلسة الشروق، تصلي الفجر وتقعد تذكر ربنا لحد طلوع الشمس، وبعد طلوع الشمس تصلي ركعتين أو أربعة، تتحسب لك حجة وعمرة تامة تامة تامة، ترضي والديك على قد ما تقدر، تصل الرحم لو حد كنت مقاطعه تروح تصله، تعمل خير على قد ما تقدر وترضي ربنا بكل الطرق، تطلع صدقة لو تقدر تطلع الزكاة بتاعتك في الأيام دي، دي أيام ربنا بيحب فيها يغفر للعباد. ربنا كريم وعظيم وأي حاجة تيجي منه حلوة، ومهما عمل فينا أكيد هو ربنا عايز لنا الخير، وسبحانه وتعالى إله كريم وعظيم وغفور وشكور وفي إيده كل شيء، وما في أي مشكلة في الكون إلا ويقدر يحلها، وما في أي حاجة في الكون إلا والله يعلم بيها. لو عندك أي حاجة إلجأ لربنا وحده، ولو عندك أي مشكلة ثلاث حاجات، ارضى بالمشكلة وارضى بالقضاء وسلم وقول خلاص يا رب سلمت، واحتسب الأجر وادعي ربنا وهو ربنا قادر يحل لك أي حاجة. أتمنى تستفيدوا من المعلومات دي وشيروا الحلقة دي، وإن شاء الله نصوم الأيام دي ولحد يوم عرفة، وربنا يكتب لنا ويكتب لكم ويكتب لكل مسلم حج بيت الله الحرام، ويبارك فيكم ويرضى عنكم، وسامحوني لو كنت عملت حاجة أو زعلت حد منكم، وأتمنى نتقابل إن شاء الله في جنة الفردوس الأعلى. ولو حد من اللي شاف الفيديو ده دخل الجنة في مكان عالي يفتكرني، أنا اسمي رامي محمد إسماعيل، يشفع لي أطلع معاه. ودايما حافظ على الصحبة الصالحة اللي هيشدوك للخير ويشفعوا لك يوم القيامة. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، كان معكم الدكتور رامي إسماعيل يحييكم من مكة المكرمة من بيت الله الحرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.